لا البلاغ وارد الى قائد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالشرفه، مفاده سطو مسلح على مركز بريد بلديه اغبال. مباشره تم التنقل الى عين المكان تحت اشراف قائد المجموعه، ومباشره التحقيق بالتنسيق مع السلطات القضائيه. بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبره العلميه والاستعانه بخريطه الكشوفات الهاتفيه، تم حصر الارقام الهاتفيه المشتبه بها. بالاستعانه بافراد المفرزه الخاصه للتدخل للدرك الوطني بمعلمه، تم توقيف المطور الاول الذي افادنا بعد مواجهته بالادله العلميه باسماء بعض شركائه. بعد التتبع التقني وجمع المعلومات، تم التنقل الى مدينه وهران وتوقيف ثلاث مطورتين اخرين مع استرجاع مبالغ ماليه مسروقه بالعمله الوطنيه والعمله الاجنبيه، والمعده سلفا لمغادره التراب الوطني بطريقه غير شرعيه عبر البحر، بالاضافه الى استرجاع سلاح صيد مسروق. بعد استغلال الموقوفين، تم توقيف الشريك الاخر للعصابه من مدينه وهران، وقام باخفاء المبالغ الماليه. بظهور ادله علميه جديده ومقارنتها بتصريحات الموقوفين، تم الوصول الى توقيف شخصين اخرين قام باستلام مبلغ مالي مسروق وشراء سياره فاخره نوع باصات وحجز سلاح حربي. العمليه اسفرت عن توقيف ثمانيه اشخاص، حجز سياره فاخره من عائدات المسروقات بقيمه 720 مليون سنتيم، استرجاع 484 مليون سنتيم عمله وطنيه واجنبيه، بالاضافه الى هواتف نقاله واسلحه بيضاء. استرجاع سلاح سيد مسروق منذ ستة أشهر، حل قضايا عالقة كسرقة مركز بريد منذ خمس أشهر، سرقة منزل، اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري، تفكيك شبكة وطنية لتنظيم الهجرة غير شرعية.